نعم، هذه الاتهامات لم تبارح المشهد التونسي السياسي المتعفن الذي أصبح يجر بويلاته العديدة على الشعب التونسي في ظل جائحة كورونا. الحزب الدستوري الحر الذي رأسه عبير موسى اليوم أصبح معناتها في معناتها متحديا الاخوان المسلمين في داخل تونس وحركه النهضه وجميع التحالفات التي تحالفت مع حركه النهضه منذ 2011 الى حتى الان. اليوم اعتصام الغضب او اعتصام الذي نفذ يوم الاثنين 16 نوفمبر يوم في امام مقر اتحاد علماء المسلمين هو نتيجه انه تتهم عبير موسى انه معناتها حركه النهضه هي المتدخله الوحيده في الويلات التي مورست على الشعب التونسي منذ الويلات والتسفير والارهاب الذي مورس على شعبنا وعلى تسفير الشباب الى بؤر التوتر وكذا تحمل المسؤوليه. لكن للاسف اليوم معناتها ومعناتها الكل اصبح معناتها يتخبط في ظل هذه السياسه. اليوم تونس في ظل جائحة كورونا للأسف أصبح المشهد كما قلت لك متعفن جدا. اليوم فهمني هناك غضب اجتماعي شعبي كبير سيكون معناتها في شهر ديسمبر، وبدأت بوادره تنشرح اليوم في جميع المحافظات التونسية بدون استثناء، مطالبين بالتنمية والتشغيل ومطالبين بقوت التونسي اليومي وخاصة نعم. طيب برأيك هذا الغضب وهذه التحركات اليوم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على حركة النهضة على وجه التحديد كونها المتهمة من قبل الدستوري وهي تعاني من انقسامات اليوم؟ كيف ستؤثر عليها وهي كيف ستؤثر بدورها على الحياة السياسية في تونس؟ نعم، هم رفعوا شعار عبير موسى رفعت شعار ارحلوا عنا يا صناع الفتن. نعم، هذا الشعار هو الذي عبير موسى اليوم نعم هي تحارب حركة النهضة، تحارب معناتها الفكر الظلامي، تحارب معناتها تؤمن لقيم الجمهورية. لكن للأسف هذا لا يكفيها، يجب أن تتحالف مع جميع القوى التقدمية والديمقراطية التي تطالب بالقيم الجمهورية. عبير موسى اليوم أخطأت وأصابت في شيئين، وهو أنه عبير موسى تريد أن تشتغل أن معناتها تعمل العمل السياسي بدون تحالفات، مما يؤدي إلى فشلها في جميع التحركات. رأيناها قبل ذلك تحركا داخل البرلمان واعتصام داخل البرلمان، رأيناها هذه المرة تحركا واعتصام خارج البرلمان. لكن للأسف هذا لا، لكن سبق وأن تطرقت عبير موسي في تصريحات إلى تخاذل الحكومة التونسية في مواجهة الجهات الداعمة والممولة للإرهاب والفكر المتطرف، وأشارت أيضا إلى حركة النهضة، لكنها لم ترى أي ردة فعل. نعم، هي معناتها حقيقة اتهامات واضحة، وهي بدورها محامية وعندها لجنة من المحامين. نعم، لكن للأسف في ظل المال السياسي الفاسد الذي مخر الدولة ونخر معناتها جميع أجهزة الدولة وتوغل الإخوان داخل مؤسسات الدولة وحركة النهضة، جميع مفاصل الدولة عندهم. للأسف نحن لا يستطيع هذا البيانات ولا الاحتجاجات أو الاعتصامات التي تكون معناتها فارغة نوعيا من خزمها الشعبي. خلينا نكون واضحين، اليوم معناتها تونس تحتاج إلى معناتها مصالحة وطنية شاملة. هذا الصراع الذي معناتها يذهب بجميع الطبقة السياسية في تونس نحو هذا المستوى، ستكون هناك انفجار بركاني وستكون ثورة أخرى، كما صرح النائب السابق النائب في البرلمان الآن عن حركة الشعب الأمين العام زهير المغزاوي، قال بالحرف الواحد ستكون ثورة أخرى في تونس إذا لم تلتفت النخبة السياسية. بالنسبة للنقطة على عبير موسى بالاتهامات التي توجه من حين إلى آخر إلى هذا، فهو ذر رماد على العيون. نحن نعرف الكم الهائل مما مدى تواغل حركة النهضة داخل مؤسسات الدولة ومفاصل الدولة بجميع خططها، خلينا نقولها من الانتخابات البلدية للانتخابات التشريعية. طيب لماذا هذا التقاعس باختصار لو سمحت، لماذا هذا التقاعس من قبل الحكومة في محاسبة على الأقل قضايا الفساد وتمويل وتبييض الأموال
وتمويل الإرهاب. معناتها دائرة، نعم، مؤخرا دائرة الحسابات كشفت بالحرف الواحد أن حركة النهضة متورطة ومجموعة من الأحزاب وقلب تونس فمني متورطة في المال السياسي الفاسد واتصال بشركة لوبينج العالمية لتبييض هذه الممارسات الحزبية وتبييض صورة حركة النهضة وتبييض الأحزاب الأخرى والشخصيات السياسية. وهذا التقرير قدم مؤخرا الرئيس قيس سعيد، لكن للأسف الرئيس قيس سعيد سافر منذ يومين إلى قطر، نعم، ورجع فرحا مسرورا، وكانت هناك مصالحة بين تأكتفي من في هذا القدر، نعم، من طرف الأمير القطري للرئيس قيس سعيد ولرجل الغنوشي أن يجلس وفرد لتورة الحوار. ولا يخفيك أن الصراع القائم بين البرلمان وبين القصر في هذه المرحلة عبير موسى، يجب أن تتحالف مع جميع القوى الديمقراطية والتقدمية لتؤمن بقيم الجمهورية للقضاء، نعم، على حركة هذا وأتباعها وحلفائها السياسيين في تونس. كما قلت لك سيد الكريم، هناك مشاكل كبرى تعنيها مشاغل تونس في ظل جائحة كورونا، وهو الرقي بشعبنا عوضا على هذا الصراع والذهاب إلى، كما قلت لك، والذهاب إلى انتخابات مبكرة لعل المشهد الجديد يفرز نخبة سياسية تنهض بتونس. شكرا لك ضيفي من باريس محلل والناشط السياسي فتحي الورفلي، شكرا جزيلا.